السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضرتك محمد عادل من شركة أرياض للتصميم. دلوقتي هبدأ أشرح كيفية التعديل على محتوى الموقع بشكل كامل، سواء النصوص أو الصور ومعلومات التواصل وكل الأقسام الموجودة بالموقع، وده بيتم من خلال لوحة التحكم اللي عندي. لوحة التحكم عندي بالشكل ده الواجهة الرئيسية بعد الدخول على لوحة التحكم بالبيانات اللي هيتم إرسالها بإذن الله مع الفيديو. عندي هنا على اليمين التابات الخاصة بالتعديل على لوحة التحكم. أول تابة هنا عندي المقالات، تمام، دي المقالات الموجودة داخل الموقع واللي أقدر أعدل عليها أو أضيف جديد فيها بدون أي مشكلة. وليكن مثلا انتظرونا قريبا، دي لو محتاج أعدل عليها بضغط عليها ضغطة واحدة بيدخلني على صفحة التعديل الخاصة بيها. تمام، التعديل بيكون خاص بالعنوان، العنوان اقدر احذفه طبعا، تمام، اقدر اغير العنوان، اقدر اكتب كلام على العنوان سواء باللغة العربية وكذلك باللغة الانجليزية. تمام، لو محتاج اضيف نص طبعا في الصفحة الخاصة بانتظرونا قريبا دي، ممكن نشوف شكلها في الموقع، نلاقي العنوان كده بالشكل ده. طيب عايز اضيف نص في الجزئية البيضة دي، اقدر طبعا اضيف نص هنا بدون مشكلة، وليكن مثلا انتظرونا قريبا في درايش هنا كده، تمام، ثم احدد الاقسام بتاعتها، لقاءات، فعاليات، مقالات، تمام، وعشان تظهر بشكل جيد في الموقع. وبنزل هنا بغير طبعا الصورة الخاصة بالمقالة من خلال الإزالة هنا، بعد ما يتم إزالتها بضغط على تعيين واختار الصورة اللي انا محتاجها، وليكن مثلا الصورة دي، تمام، بعد ما بيتم حفظها اقدر احفظها بشكل بالضغط على تحديث. تمام، طيب لو انا محتاج ان انا اغير اصلا الصورة دي برفع صورة اخرى من على الحاسوب، باجي هنا بعمل رفع ملفات ثم تحديد الملفات، وبختار الصورة من على الحاسوب عندي ثم بضغط عليها من على الحاسوب وبختارها بدون أي مشكلة، وبيتم إضافتها بالشكل ده. تمام، لو أنا عايز أحفظ التعديل اللي أنا بعمله لازم أضغط على كلمة تحديث دي، مش محتاج أحفظ التعديل، خلاص بضغط هنا في أي مكان فاضي بحيث إن هو ما يحفظ التعديل. تمام، محتاج أضيف مقالات جديدة، بعمل أضيف جديد فوق هنا وبختار، اكتب هنا اسم المقالة بالعربي واسمها بالانجليزي والنص بتاع المقالة، واختار تظهر في فعاليات ولقاءات ولا مؤتمرات ولا مقالات، ثم احدد الصورة بتاعتها واعمل نشر. تمام، هيتم نشرها بشكل صحيح. بالنسبة للصفحات بعد كده، الصفحات الوسائط دي طبعا الصور اللي بيتم رفعها، فاحنا محتاجين هنا الصفحات. عندي عدة صفحات، طبعا اهمها هي صفحة من نحن التعريفية بالموقع. خلينا نجيب صفحة من نحن هنا اللي بتعرف عن الموقع، هلاقي بالشكل ده، تمام، وكذلك في رؤية والرسالة والقيم والأهداف والنصوص كلها اللي موجودة زائد الصور. ازاي اقدر اعدل عليها؟ هاجي هنا هلاقي الصفحة من نحن، تمام، ده النص اقدر اضيف عليه في اي وقت بدون اي مشكلة، او امسحه واغير منه، تمام، نص الرؤية اللي تحتها ونص الرسالة ثم القيم ثم الأهداف والأهداف تجاه المجتمع. تمام، كل التعديلات موجودة وأقدر أعدل عليها بدون أي مشكلة، ثم الصورة طبعا زي ما قلنا إزاي أقدر أعدل عليها بدون أي مشكلة من خلال هنا، ثم أضغط طبعا تحديث. تمام، ده بالنسبة للصفحات. محتاج أضيف صفحة جديدة، هعمل برضو أضيف جديد وأختار أعمل صفحة جديدة وأختار الاسم بتاع الصفحة بدون اي مشكلة. تمام، ده بالنسبة لمن نحن. اقدر طبعا اعدل على كل الصفحات الموجودة قدامي دي بدون اي مشكلة داخل الموقع. بعد كده صفحة الخدمات او قسم الخدمات، لو جينا نشوفه، تمام، طبعا الرؤية والرسالة والقيم والاهداف دي صفحات اقدر اعدل عليها بمفردها، الرؤية اهي بالصورة بتاعتها اقدر اعدل عليها بدون اي مشكلة. جزء الخدمات او قسم الخدمات اقدر اعدل عليه برضو، تمام، دي صفحة الخدمات
تمام. اما الخدمات نفسها تمام، دي صفحة الخدمات اقدر اعدل عليها من الصفحات تمام، اللي هي صفحة خدماتنا هنا هلاقي التعديل عليها في الجزئية دي بدون اي مشكلة تمام. بعد كده بلاقي البرامج، البرامج دي اللي هي عندي هنا في الموقع، البرامج متقسمة بالشكل ده، لو ضغطت على صفحة البرامج هيدخلني على البرامج تمام. بالاقسام بتاعتها اهي تمام، اقدر اضيف اي برامج جديد من خلال اضيف جديد. محتاج اعدل، بضغط طبعا على اسم البرنامج اللي انا عاوز اعدله وبعدل عليه زي ما انا شايف برضو التعديلات اللي تم شرحها في الصفحات السابقة مع الصورة طبعا بدون اي مشكلة، زائد طبعا ان انا اقدر اعمل اضافة جديد لاي برنامج انا عاوزه هيتم اضافته في البرامج هنا بدون اي مشكلة تمام. بعد كده يظهر عندي مظهر، مظهر هنا بيهمني فيها القوائم فقط، هي اللي بيتم التعديل عليها، القوائم اللي هي القائمة اللي فوق دي. ازاي اقدر مثلا لو ضفت برنامج اضيف القائمة هنا، اضيف في القائمة هنا قائمة فرعية تمام. هاجي هنا هلاقي هنا القوائم دي، الفوتر ودي البرامج، البرامج اللي هي فوق تمام، الفوتر اللي هي موجودة اسفل الموقع تحت هنا في الروابط المختصة تمام. لو انا عايز اعدل على القائمة اللي فوق هعمل برايم واختار، ثم هاجي هلاقي القائمة بالشكل ده عندي تمام. من نحن هنا والرئيسية والقوائم الفرعية بتكون بالمحاذاة هنا زي ما حضرتك شايف كده تمام، كذلك البرامج. لو انا مثلا ضفت برنامج جديد وعايز اضيفه هنا، هاجي هجيب البرامج من هنا، اختار اظهر الكل واجيب مثلا ضفت البرنامج ده، هعمل اضف للقائمة، هيتم اضافته في القائمة اسفل القائمة تحت خالص. محتاج ارتبه، هاضغط بالماوس كده فوق تمام، و احطه هنا بقى في البرامج بدون اي مشكله. محتاج احذفه بالسهم الصغير ده ثم ازاله تمام. وطبعا في الاخر بعد ما بخلص القائمه بضغط على حفظ القائمه عشان يحفظ القائمه. طبعا لو ضفت صفحه جديده او مقاله او خدمات وعايز احطها في القائمه، من خلال الضغط هنا الاقيها هنا في الصفحات او الخدمات او المقالات بدون اي مشكله. بعد كده اللي يهمني هي اعدادات الموقع، بعض الاعدادات الهامه طبعا. اعدادات عامة زي اللوجو تمام، الشعار الموجود في اول الموقع، في اعلى الموقع وفي اسفل الموقع تمام، وكذلك اللوجو الخاص بالجوال تمام، وصورة خلفية الصفحات الداخلية زي الصفحات اللي هي دي اهي، دي الصورة اللي في الخلفية اقدر اغيرها في اي وقت من خلال ازالة، واختار صورة برضو بنفس الطريقة اللي تم شرحها تمام. ده بالنسبة لصورة الهيرو اللي هو في أول الموقع تمام، الصورة دي تمام. ده الفيديو، رابط الفيديو ده نقدر نغيره في أي وقت، الجوال والهاتف ورقم الحساب ورقم الإيبان تمام، والعنوان والبريد الإلكتروني والحقوق، كل ده أقدر أعدله بدون أي مشكلة. بعد كده التواصل الاجتماعي، أقدر أحط هنا رابط الفيسبوك، هنا رابط الفيسبوك، رابط التويتر، رابط الانستجرام مثلا، هضغط هنا واكتب انستجرام، انستجرام اهو، وضع هنا رابط الانستجرام. يوتيوب، رابط برضو اليوتيوب بدون اي مشكلة، وعايز اعمل اضافة اضيف في اي وقت، واختار رابط السوشيال ميديا اللي انا عايز اضيفه. شركائنا، اضغط كل دول، اقدر اضيف اكتر من الشركاء دول بدون اي مشكلة، اضافة الى المعرض، واضيف كل الشركاء من خلال الصور الشعارات بتاعتهم. اصدقاء دوايش تمام، اقدر اضيف من هنا الاصدقاء بدون اي مشكلة، اضافة صف، واضيف الاسم ووصف بسيط والصورة الخاصة بي. معرض الصور اهو، اقدر اعدل عليه طبعا بدون اي مشكلة من خلال اضافة الى المعرض، واضيف الصور بطريقة سهلة وبسيطة تمام. طبعا صفحة المساق الداخلي بلاقيها برضو في الصفحات طبعا زي ما قلنا، اقدر اعدل على الجزئية دي بدون اي مشكلة، كذلك اصحاب دغايش برضو في الصفحات تمام، ووظائف العلاقات العامة برضو في الصفحات، كل دي صفحات اقدر اعدل عليها زي ما قلنا من خلال صفحات هنا، هلاقي كل الصفحات اللي
اتكلمنا عليها هنا اهو، اسحب ضرايش وكل دول اقدر اعدل عليهم بدون مشكلة. وبكده يبقى تم شرح كل الاجزاء الخاصة بالتعديل على محتوى الموقع. اتمنى يكون الشرح كافي وواضح. لو في اي استفسار تقدر حضرتك تتواصل معانا دايما على التذاكر، ويتم الرد على حضرتك في اسرع وقت. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.